السلام عليكم. من أجمل ما قال الدكتور الراحل إبراهيم الفقي: لكي تحرج شخصاً أساء لك، قم بعمل جيد مع أطفاله. تزوج من هو في مستواك الاقتصادي والاجتماعي أو أقل بقليل. عليك بالوقوف عندما يدخل شخص أكبر منك إلى الغرفة التي أنت فيها. عندما يصمت الجميع خجلاً، قم أنت وعبر عن رأيك. امشي يومياً ولو نصف ساعة. كن طبيعياً وابتعد عن التصنع. دع عنك النقاش في تفاهات الأمور. لا تتأخر في نومك إن كنت تحرص على يومك. اترك أثراً طيباً أينما حللت. لا تبزق في البئر فقد تشرب منه يوماً ما. كانت هذه 10 أمثال في علم النفس للدكتور الراحل إبراهيم الفقي. أرجو أن